شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في جلسات الحوار والمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. وشارك الأعضاء في الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وخلال تلك الجلسات ناقش أعضاء المبادرة بعضا من إنجازات ابدأ على أرض الواقع منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتعوق تعميق وتوطين الصناعة المصرية.